أنوركسيا نيرفوسا أو بما يعرف بمرض المشاهير، نوع من أنواع فقدان الشهية العصابي اللي يصيب عادة النساء أكثر من الرجال، وخاصة اللي يكون عندهم عمل مثل عرض الأزياء أو التمثيل أو نوع من أنواع الأعمال اللي تتطلب منهم أنه يبقون محافظين على قوامهم دائماً. بس أكيد هو نوع من أنواع الاضطرابات النفسية اللي ممكن تصيب أي أحد منا وخاصة المراهقين. يعد فقد الشهية العصابي أحد أنواع الاضطرابات بالأكل واللي يعاني بها الأشخاص من خوف دائم من زيادة الوزن، مما يجعلهم يقلصون كميات الطعام اللي يستهلكوها فيصبحون نحيفين بشكل مخيف. يأثر فقدان الشهية العصابي على الجسد وعلى نفسية الشخص المصاب، إذ أنها تبدأ على صورة حمية بسيطة بس سرعان ما تتحول إلى حالة خارجة عن السيطرة، مما يجعل المريض يفكر بالأكل والحمية والوزن طول الوقت، وتتكون عنده صورة مشوهة عن جسده بالرغم من الأشخاص المحيطين به يخبروه بأنه قد نحف بشكل حاد، إلا أنه هو يشوف بالمرآة شخص سمين دائما. إذا عانى شخص من مشكلة فقد الشهية ينبغي عليه التوجه للاستشارة وطلب المساعدة بشكل فوري، وكلما تأخرت المعالجة كان التغلب على المشكلة أصعب. أما في حال تقديم وتلقي المعالجة الملائمة فسيطرأ تحسن ملحوظ على وضع المريض ويستعيد وزنه السليم والطبيعي كما في السابق. أغلب الناس اللي يعانون من فقدان الشهية العصابي غالباً ينكرون أن عندهم مشكلة معينة، إذ هم لا يلاحظون وجودها من الأساس، ولذلك أنه على الأقرباء والأهل استشارة الطبيب حول حالة المريض، وممكن تظهر بعض الأعراض اللي ممكن تساعد على تشخيص المشكلة. من بعض هاي الأعراض هي انخفاض وزن المريض بشكل كلش كبير، وخوف المريض الدائم من زيادة الوزن، رفض المريض المحافظة على الوزن السليم والصحي الصحي المناسب له، واعتقاد المريض بأنه هو سمين ويعاني من فرط السمنة، في حين أنه يكون بالحقيقة نحيف جداً. إضافة لهذه الأعراض فقد يكون أكو تصرفات معينة يمارسها المريض تدل على إصابته بالمرض، مثل أنه يتصرف المريض بشكل قهري أو كومبالسيف عندما يتعلق الأمر بالأكل والوزن والحمية بشكل عام، فيقلص كميات الطعام اللي يستهلكها. فعلى سبيل المثال ممكن يحدد كمية غذائه مئات السعرات الحرارية فقط باليوم الواحد، أو ممكن يمتنع كلياً عن أكل أنواع معينة من الأطعمة مثل المأكولات اللي تحتوي على دهنيات وسكريات. الموضوع الثاني هو ممارسته للنشاط الجسماني الرياضي بشكل دائم ومفرط حتى في حال المرض، فيجبر نفسه على التقيؤ أو يتناول مواد مسببة للإسهال أو مواد تحفز إدرار البول حتى يمنع زيادة وزن. أو قد يطور من عادات أكل خاصة مثل تقطيع الطعام لقطع صغيرة جدا قبل ما يأكلها، أو مضغ الطعام مرات عديدة جدا ولمدة زمنية طويلة. أيضا ممكن يصبح بالغ بالسرية، فيحاول المريض على الدوام الابتعاد المقصود عن العائلة والأصدقاء، ويختلق الذرائع حتى ما يقعد وياهم على مائدة الطعام حتى ما يأكل من نفس الأكل. كما يكذب فيما يتعلق بعادات الأكل والتغذية الخاصة به. ومن تبدي مرحلة سوء التغذية تظهر علامات وأعراض راح تدل على وجود مشكلات صحية حادة بالجسم، مثل شعور بالضعف والتعب والإغماء، تساقط بالشعر، جفاف بالبشرة، هشاشة بالأظافر، انقطاع العادة الشهرية عند البنات بسبب قلة نسبة الدهون بأجسامهم، وأيضا شعور بالبرد في أغلب الأحيان أيضا نتيجة لنقص نسبة الدهون الصحية بالجسم. من هاي الأشياء الثانية انخفاض ضغط الدم، هبوط سرعة ضربات القلب، وميل لون البشرة للبنفسجي بسبب الاضطرابات بالدورة الدموية خاصة بالإيدينات والرجلين. وممكن نلاحظ تورمات بالإيدين والرجلين وميل لون الجلد للون الأرجواني نتيجة للاضطرابات بالدورة الدموية. ممكن أيضا نلاحظ نمو شعر ناعم حيث ينتشر في معظم أنحاء الجسم، وكلها بسبب خربطة الهرمونات الموجودة بهذا الجسم. شنو هي أسباب هاي الاضطرابات الغذائية؟ تشكل اضطرابات الأكل مشكلة معقدة ما تم تحديد سببها بشكل دقيق لحد الآن، فقد تكون مسبباتها خليط من عوامل مختلفة مثل العوامل الوراثية والمؤرثات الاجتماعية، المزايا الشخصية. فقد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض فقدان الشهية العصابي في بعض الحالات، مثل إذا كان أحد أفراد العائلة الآخرون يعانون من زيادة بالوزن واضطرابات بالأكل
أو بالمزاج، أو إذا كان هذا الشخص أو هاي البنت تعمل في مجال يتطلب المحافظة على رشاقة الجسم مثل رقص الباليه، عرض الأزياء والرياضة البدنية بشكل عام.